في تسلسل أحداث بيحصل بقاله 6-8 شهور تقريبا، ملفت قوي للنظر لأي حد مهتم بالعلاقات الدولية في الشرق الأوسط، وهو أنه كل شهر ونص شهرين نسمع عن ضربة عسكرية ما محدش عارف، محدش بيقول مين اللي وراها في العمق الإيراني، ولا إيران بتتهم حد بشكل مباشر ولا حد بيقول أنا اللي عملت هذه الضربة. لكن لفت النظر أنه في آخر يناير 2023 ضربة تقيلة قوي في العمق الإيراني لمكان يقال أنه من الأماكن اللي بيحصل فيها تطوير للبرنامج النووي الإيراني، أنه بعد هذه الضربة أمريكا طلعت وقالت مش إحنا اللي ورا هذه الضربة. طبعا أول ما أمريكا قالت كده راح على طول ناس كتير قوي قالت يبقى إسرائيل هي اللي ورا هذه الضربة، لكن إسرائيل ما قالتش إن هي ولا نفت ولا إيران وجهت اتهام مباشر. فده النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين أنه إسرائيل لديها النهاردة الحكومة الأكثر يمينية في كل تاريخ إسرائيل، فغالبا الحكومة الأكثر يمينية هتبقى الأكثر التصاقا اتباعا لدكترين، عقيدة في الأمن القومي الإسرائيلي مشهورة قوي وكتب عنها 1,000,000 مرة، وهي أن إسرائيل لا تقبل بوجود قدرة نووية عسكرية لدى إيران، وقدرة نووية غير سلاح نووي، لأنه سلاح نووي ده معناه أنه درجة تخصيب عالية قوي لليورانيوم، يعني تكنولوجيا متطورة قوي، معناه صواريخ متطورة قوي قادرة الوصول لعمق معين، معناه دقة معينة في الضرب، قصة فيها تفاصيل كتير. لكن قدرة نووية دي معناها ديرتي بومب، يعني معناها أن حد عنده القدرة أنه هو يعمل ضربة من نوع ما ردع يعني. فإسرائيل عندها عقيدة بتقول لن نسمح بقوة نووية. فبوينت نمبر 2 انه في النهاردة حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، يبقى غالبا هتكون الأكثر اتباعا لهذه العقيدة. النقطة نمرة 3 انه أيضا لدى إيران مش عقيدة يعني سياسية معينة، لكن حاجة قالتها 1,000,000 مرة بما فيه في الفترة اللي فاتت، انها سوف ترد على أي ضربة توجه لها. وفعلا من 2-3 عندما قامت أمريكا باغتيال قاسم سليماني في العراق، إيران استنت شوية لكنها ردت، وردت بضربة لموقع عسكري أمريكي في العراق. صحيح الضربة كانت محسوبة، يعني إيران كانت حذرة قوي إنه محدش يموت في هذه الضربة، لكنها ردت. فالبوينت نمرة 4 ولا نمرة 5 إنه إذا كان حدث عدد من الضربات في إيران في العمق الإيراني، آخر واحدة فيهم كانت في آخر يناير 2023، يبقى ممكن بناء على هذا التسلسل أنه يكون هناك رد إيراني. هل الرد الإيراني هيكون على إسرائيل؟ إذا كان في الحساب الإيراني أنه إسرائيل وراء هذه الضربات، طب إذا كان على إسرائيل هيكون في العمق الإسرائيلي ولا هيكون في تواجد لإسرائيل في المنطقة حول إيران؟ محدش عارف. لكن هذا التسلسل ممكن يخلي أي حد مهتم بالجيوبوليتكس يقول إيه اللي ممكن يحصل. في سيناريو بيقول أنه إيران هترد، وأنها إذا ردت سواء بقى في العمق برا إسرائيل هترد. هذا التسلسل الجديد في هذا السيناريو خطر قوي قوي، لأنه الاثنين دول هما اللاعبين الأهم والأقوى عسكريا ربما في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى الخليج. فاتنين مهمين قوي وعندهم قدرات تقيلة قوي وعندهم حلفاء آخرين، لو دخلوا في مواجهة عسكرية حتى لو محدودة هتبقى في منتهى الخطورة على كل هذه المنطقة اللي هي من شرق البحر الأبيض المتوسط بكل دول الليفانت الشام العراق وصولا الى ايران، منطقة كبيرة قوي. ده سيناريو خطر للغاية. لكن على الناحية التانية ممكن حد يجي يقول كل ده كلام فارغ، ما فيش مواجهات ولا بتاع، وانه السيناريو الثاني هو انه محدش عايز خالص اي مواجهات عسكرية هذه الايام. ليه؟ لان الاثنين اسرائيل وايران شايفين ان اوروبا عندها احتياج رهيب وبسرعة
لمصادر طاقة وبالذات غاز الآن وفي المستقبل المنظور بشكل مهول، عشان أوروبا بتحاول تخرج برا الاعتماد على الغاز بس الغاز يعني كل مصادر الطاقة الروسية. فهنا في إنسانتف كبير قوي، في فرصة كمان كبيرة جدا أمام مصدرين الطاقة في العالم بالذات الغاز، إن هم يبيعوا لأوروبا ويعملوا عقود طويلة مع أوروبا الأيام دي وبأسعار كويسة قوي. إسرائيل عندها غاز، وإيران طبعا عندها غاز، وشرق البحر الأبيض المتوسط أما مصدر للغاز أو طريق للغاز. ففي هذا السيناريو الاثنين إيران وإسرائيل عايزين شرق البحر الأبيض المتوسط يبقى peaceful قوي، هادي للغاية، ما فيش فيه مشاكل، ما فيش فيه اشتعالات ولا حاجة، علشان الاثنين عايزين يستفيدوا ماديا قوي من الطلب الأوروبي على الطاقة. ففي هذا السيناريو ما فيش مواجهات ولا بتاع. في سيناريو ثالث بيقول أوكي كلام منطقي، ولكن في تسلسل وفي عقيدة عسكرية هنا وفي ناس بتقول حترد هناك. ومع هذا إسرائيل عندها، الحكومة اليمينية في إسرائيل عندها مشاكل داخلية، احنا شايفين مظاهرات ضدها، وإيران طبعا عندها مشاكل داخلية مهولة، وآخر 6-8 شهور كان فيهم العديد من المظاهرات ضد النظام الحاكم في إيران. ففي الحالتين في احتياج لنوع من الصوت العالي في مواجهة خارجية، لأن ده بيفيد داخليا. ففي هذا السيناريو الثالث مفيش مواجهة عسكرية ولا حاجة، لكن في مواجهات سياسية، مواجهات راتر يعني بالسرد كده بالصوت العالي، واحتمال مواجهات اقتصادية. لكن حتى السيناريو الثالث حقيقي مفيش فيه الخطورة المهولة بتاعت السيناريو الأولاني، لكن برضو ممكن قوي حاجات تفلت، حاجات ما تكونش محسوبة صح، خاصة انه في العلاقات الدولية دائما في سربرايزز، دائما في متغيرات ما بيكونش حد حسب حسابها، تطلع كده من غير ما حد ما يشوفها. فحتى في هذا السيناريو الثالث في مخاطر، وفي مخاطر تقيلة كمان. التسلسل اللي اتكلمت عنه في اول هذا الفيديو انا في رأيي مهم قوي، لانه كل واحد من هذه السيناريوهات مهم، لكن الاهم من ده انه الديناميكية نفسها اللي ورا هذا التسلسل واللي ورا هذه السيناريوهات، اللي هي العلاقة المواجهة الاستراتيجية الكبيرة قوي ما بين إسرائيل وما بين إيران، هي الديناميكية الأهم في كل الشرق الأوسط هذه الأيام. فأي حد مهتم بهذه المنطقة، وأي حد غاوي أنه يفكر أو مهتم أنه هو يفكر في الجيوبوليتكس، في العلاقات الدولية، في السياسة الجغرافية لهذه المنطقة، يهمه قوي التفكير في هذا التسلسل.